إن التناقض الحاصل بين الرسالة التي أرسلتها الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة والتي اعترفت بأن حق الكريش يقع بين الخطين 23 و29 وبين موقف رئيس الجمهورية ميشيل عون الأخير الذي أعلن فيه أن الخط 23 هو حدود لبنان البحرية وليس الخط 29 جعل العديد من الأوساط السياسية تتساءل عن موقف حزب الله حيال هذا الملف. ليأتي اليوم الرد على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال مجلس عزاء في كفر فيلا، حيث قال: سنبقي غازنا مدفوناً في مياهنا إلى أن نستطيع منع الإسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا، لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه وسيطاً وغير وسيط أن الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد. في هذا السياق علق الصحافي توني أبي نجم في اتصال مع الجديد على ما قاله محمد رعد، معتبراً أن الحزب قد غير موقفه بناءً على التطورات في أوكرانيا. يعني يبدو أنه حزب الله غير أو عم بيغير موقفه من ملف الترسيم، وهالشي طبعاً نتيجة للتطورات يلي صارت بأوكرانيا ويلي عم ترخي بظلالة على مفاوضات فيينا يلي كمان رح تتعقد، لأنه بالنتيجة عم نرجع نوصل لعملية مواجهة كبرى ما بين محورين، محور روسيا الصين ووراهن إيران، وبمقابل المحور الأمريكي الأوروبي العربي. بهيد المواجهة المستجدة روسيا أكيد من مصلحتها ورح تكون ضغطت على إيران من أجل عرقلة كل المفاوضات مع الأمريكيين مباشرة أو بالواسطة، يعني أو بالواسطة مثل قصة لبنان مثلا. هالشي ترجم بخطاب محمد رعد من بعد ما كان حزب الله وعلى مدى أسابيع غض النظر عن إقدام رئيس الجمهورية على التراجع من الخط 29 للخط 23، ويعني تقديم لبنان هدية من ثرواته 1430 كيلومتر مربع بحري لإسرائيل. كما لفت أبي نجم إلى أن موقف حزب الله جاء قبل زيارة هوكشتاين المتوقعة إلى لبنان ليعرقل المفاوضات. اليوم حزب الله عم بيرجع من بعد تبدل المعطيات بالنسبة لإيران، عم بيرجع يشد الأحزمة مثل ما بيقولوا ويوضع العصي بالدوليب قبل عودة هوكشتاين للبنان، لأنه كان لبنان بزيارة هوكشتاين المقبلة مفروض يعطي أجوبة أو بالأحرى الموافقة النهائية الرسمية للبنان على آخر مبادرة حمائية اللي هي بترجع بتردنا على الخط 23. وبالتالي من المنتظر أنه نرجع نشوف تعقيدات على كل المستويات بانتظار جلاء غبار المعارك الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وكل العقوبات اللي فرضت على روسيا. هذا وشدد أيضاً على أن حزب الله يلعب دوره الإيراني بامتياز في لبنان على حد تعبيره. حزب الله يلعب دوره كأداة إيرانية بامتياز على الساحة اللبنانية، مثل باعتراضه على بيان الخارجية بموضوع إدانة الغزو الروسي على أوكرانيا، لأنه تعرفي في غزو بسمنة وغزو بزيت، وفي تعاطف مع شعب مقهور بسمنة وتعاطف مع شعب مقهور بزيت. إذن يبقى السؤال الأكبر اليوم هو: هل ستتجدد عمليات المقاومة ضد إسرائيل على اعتبار أنها احتلت أراضي لبنانية؟